هل السعرات اللي مكتوبة في ورقة الانباضي او اللي بتطلع لك على المعادلات الحسابية هي دي السعرات فعلا اللي المفروض تمشي عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو شعراوي. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا، وهي ناس كتيرة جدا بتبقى فاكراها صح وللأسف غلط، وهي السعرات اللي بتطلع لك في ورقة الانباضي. ورقة الانباضي حاجة زي كده، مثلا هنا مكتوب لي مثلا سعرات السماد بتاعتي مثلا 1800 سعر. اول حاجة تعال نفهم ايه هي سعرات السماد بتاعتك. لما تكون مكتوب عندك في ورقة الانباضي سعرات السماد مثلا 1800، او لو انت سيدة مثلا 1300 او 1400، او لو انت حتى راجل 2000، دي بكل بساطة هي السعرات اللي جسمك محتاجها عشان يعمل عمليات الحيوية زي التنفس، نقل الدم الى اخره، بدون اي مجهود. يعني هو مثلا لو قال لك 1800 سعرة مثلا بالنسبة للرجل، فده كده جسمك بس شغال طول الوقت وانت قاعد على السرير، ما عملتش اي حركة. فلما انت بتبدأ تيجي تنزل جيم او انت تبدأ تعملي رياضة، فبتبدأ تدخل مثلا والله العب رياضة لمدة 4 ايام مثلا ساعة او ساعة ونص، وبيبقى كاتب لك مثلا من 45 دقيقة لساعة ونص على حسب مدة الرياضة والشدة الى اخره. فانت بتبدأ تدخل ارقام، ففي الاخر مثلا بيقول لك لو انت شخص هتاخد 2500 سعرات ثابت، فانت مثلا بتاخد 2000 عشان تبدا تخس نص كيلو، او لو انت سيده مثلا قال لك مثلا 2000 سعرات ثبات، فانت تاخدي 1500 عشان تخس نص كيلو. هل فعلا الكلام ده صح ولا لا؟ للاسف الكلام ده مش صح تماما. هي كلها بكل بساطه هي معادلات حسابيه، يعني انا هي اشويه ارقام احنا بدانا نضربهم عشان ندينا ناتج مقارب ليك. ده بايه الصح؟ الصح ان حضرتك تجرب بنفسك، هل فعلا السعرات دي خسرتك نص كيلو ولا لا؟ هل فعلا السعرات دي لما خسرتك اثرت معاك في الجوع والنفسيه ولا لا؟ لو انت فعلا بدات الجوع وبالذات ناحيه السكريات بكميه عاليه، وفي نفس الوقت حاسس انك همدان، اعرف ساعتها ان السعرات دي مش بتاعتك. انت خسرت مثلا 2 كيلو دهون فانت فرحان، بس لا، اطلع بالسعرات بتاعتك تدريجي. طب انا اعرف منين؟ او برضو محتاجين حاجه توضيحيه. بكل بساطه انت بتجرب وتشوف. ده انا دلوقتي مثلا لسه تيجي تمشي مثلا بعمل له حاجه معينه، مثلا اديله سعرات معينه، فانا عرفت منين؟ عرفت عن طريق ان انا بجرب مثلا بقالي 5 سنين، فبقى تجرب عرفت ساعتها طبيعه الجسم دي مناسب ليا 1 2 3. الناس اللي مشابهين ليا في طبيعه جسمي بمشي معاهم 1 2 3. طبعا بيكون في ناس حالات شاذه كتير، بس بناء اللي انا بدات اتعامل مع الناس مثلا حتى السكيني فات او الرفيع خالص او اللي وزنه اوفر، مثلا كنت مثلا وزني اوفر 120 بس اتعاملت مع ناس 180 160 170، فالناس دي خلاص انا مشيت معاها، فبقت اطلع زي كونسبت كده، خلاص انا عرفت الراجل ده هياخد السعرات دي هيبدا يخس من كيلو ونص دول ل 2 كيلو، هياخد السعرات دي هيبدا يخس نص كيلو او كيلو. طيب انت تعمل ايه؟ انت بتعمل انك بتجرب وتشوف بنفسك. واكبر مثال على ان الموضوع ده يعتبر مش دقيق، شوف مثلا منظمة الصحة العالمية بتقول لك والله لو انت راجل مفروض السعرات الحرارية بتاعتك ما تقلش عن 1800 سعر، ولو انت سيدة مفروض السعرات الحرارية بتاعتك ما تقلش عن 1200 سعر. لو انا جيت طبقت الموضوع ده مع واحد مثلا 1800 سعرة، الراجل ده مش هيخس يعني بالنسبة لي، او هيخس مثلا 100 جرام بالعافية. وطبعا انت جربت او انت جربت مثلا مفروض 1200 مثلا اللي هو مفروض صحيا ما تقللش عنهم، بس انت لو اكلت فعلا 1200 1300 تلاقي نفسك ما بتخسريش او تخسري 100 جرام دهون او حتى 200 جرام دهون، وانت عاوز تخسري اكتر. فده اللي انا بقوله، انت بتجرب وتشوف. ينفع انزل عن الموضوع ده؟ اه ينفع، بس بشرط انك تكون مهتم بالمكملات الغذائيه، لانك ساعتها طبعا مش هتجيب احتياج جسمك. انا هنا ما بتكلمش على المكملات اللي هي بتاعه الجيم الواي بروتين والكرياتين، لا، انا بتكلم على حاجات زي المالتي فيتامين، كالسيوم، مغنيسيوم، الزنك، فيتامين سي، الاوميجا 3، الحاجات الاساسيه انك لما تبدا تقلل اكلك هتبدا تقل معاك تدريجي. وعشان كده انت بتبدا تجرب وتشوف. معانا برضو نقطه تانية مثلا عشان اثبت لك ان الموضوع ده برضو بيخرف كتير. لو انت شخص رفيع سكيني فات مثلا، تمام، بيبقى في منهم نوعين. نوع فعلا السعرات مقاربه للمعادلات الحسابيه، مثلا قال لك 2800 او 2500 السعرات الثابت، بيطلع فعلا 2500. ونوع تاني جرب كده انت، طبعا لو انت بتسمعني وانت كنت نوعيه سكيني فات سواء بقى من سنه سنتين ثلاثه، او لو انت حاسس حتى جديد، جرب تاخد 2500 هيلسي، يعني كمان اكل صحي 2500، هتلاقيك انك بتخس، مع انه بيقول لك ان الثبات عندك 2500، يرفعها ل 3000 يلاقيه بيخس، يرفعها ل 3500 يلاقيه الثبات. هو عرف ساعتها ليه؟ انه بدا يجرب. في ناس مشكله، زي ما في ناس عندها مشكله ان الحرق بتاعها واقع، في ناس عندها الغده نشطه جدا بدرجه اوفر، فده برضو يعتبر يا
جماعة مش حاجة صحية، دي حاجة برضو وحشة مش حاجة حلوة. فالراجل ده بيعاني جدا عشان يعمل مرحلة البلكس. تخيل واحد محتاج عشان مثلا ياكل سعرات الثبات 3500 سعرة، وطبعا هو في مرحلة البلكنج وعاوز يحافظ على نفسه، فمحتاج الأكل كله يكون صحي، فبيضطر ساعتها إنه يدخل كمية كبيرة طبعا من السكريات عن طريق العصير، طبعا مش السكريات اللي بره. وفي ناس بتاخد كمان الكارب اللي هو السكر الصريح ده، وطبعا ده غلط على المدى البعيد، نتيجة إن السكر الصريح ده مرة واحدة يرفع لك سبايك الانسولين بطريقة طبعا يعني غبية جدا، فلما انت تستمر عليه فترات كبيرة ممكن يحصل لك لا قدر الله سكري. فدي الفكرة، ان هو بيضطر ياكل بقى ساعتها مثلا، انا لو انت من النوع ده انا بنصحك تدخل مثلا 100 جرام مكسرات، لو انت مش قادر ماديا دخل 100 جرام سوداني ب 6 7 جنيه تقريبا، هتلاقيهم يعملوا 650 سعر، فده اللي هيرفع لك معدل الحرق، اللي هو ان الاكل بتاعك يقدر يطلع للثبات عشان تبدا يبقى عندك طاقة تقدر تستمر في التمرين، تقدر تزيد حجم عضلي، وفي نفس الوقت طبعا ايه ما تزودش سعراتك جامد عشان ما تزيدش دهون، مع ان اصلا حتى لو زودت سعراتك الموضوع صعب شويه بالنسبه لك انك تزيد دهون. وبرده في نقطه عشان برده نتكلم في الجزئيه دي، الناس اللي هي مثلا كانت خسرت مثلا بطريقه غير صحيه مثلا بعد 6 شهور مثلا خسر له 50 60 كيلو، فبتلاقي الناس دي يبدا يحسب خلاص هو فاهم ان الموضوع ده غلط ومحتاج يمشي بقى صح ويغير حياته الافضل، فيبدا يحسب المعادله دي، يقول له مثلا الثبات بتاعك 2500، ياكل 2500 سعره يلاقي جسمه بيزيد 2 كيلو دهون في الاسبوع مش كيلو. ده بدالي ده نتيجه ان المعادلات دي حسبيه، انت ما راعيتش هنا عندك ان في عندك معدل حرق نتيجه انك خسرت الدهون، معدل الحرق عندك تحت خالص، ممكن سعرات الثبات بتاعتك تبقى 1200، يعني شوف اقل من الضعف. فانت المفروض هنا تبدا تدرج الموضوع ده، وانا متكلم عنه في الريفرس دايت وكيفيه رفع معدل الحرق مره اخرى، بس انا جايبه هنا في الفيديو ده عشان اقول لك ان المعادله دي يا جماعه مش حاجه اساسيه، انت بتجرب وتشوف الصح بالنسبة لك ايه. كذلك مثلا الشخص اللي هو عنده مثلا مقاومة انسولين، او سيدة مثلا عندها تكيسات في الموبايل، النوعيتين دول انت جرب تمشي معاهم اي دايت غير اللو كارب العلاجي، مش اي لو كارب، وده لسه ما اتكلمتش عنه، اللي انا متكلم عنه في الصفحة او على اليوتيوب ده اللو كارب العادي والكيتو دايت، جرب تمشي معاهم اي حاجتين من دول، احسب بقى سعرات، قلل سعرات. اول حاجة لو انت حتى حسبت مثلا هاي كارب او مودريت كارب وقللت سعرات، الجوع عندهم عالي جدا مش هيقدر يخسر دهون، وفي نفس الوقت تعامله مع الكربوهيدرات مش كويس او مش سليم. وفي نوعية تالتة برضو نسيت اتكلم عليها في الجزئية دي، الناس اللي عندها حساسية من الكارب، الناس اللي لما بتاكل كارب بيحصل لها مشاكل في المناعة، دي برضو مش نافع معاها غير الحاجتين دول، لا لو كارب علاج لا كيتو دايت. الناس اللي عندها تكيسات جرب تمشي معاهم كده مودريت كارب، زي ما قلت جوع كتير مفيش تمرين قلة الطاقة او قلة التركيز، طب جرب تمشي معاهم كيتو دايت اول اسبوع في شوية تعب طبعا لو انت مشيت صح مفيش الكلام ده خفيف خالص، تاني اسبوع الدنيا ظبطت خلاص، بعدها غالبا زي ما بيحصل معايا من 3 ل 6 شهور تكيسات الموبايل بتختفي تماما وبيبدا الموضوع يتحل. وبفضل الله كان معايا بعض السيدات اللي اثناء فتره ما احنا ماشيين في الدايت تقريبا بعد 4 شهور او 5 شهور مثلا، الناس اللي كانت وزنها مثلا 110 190 وعندهم تكيسات، بتيجي بعدها تقول خلاص انا هوقف دايت في الفتره دي، انا بدات مثلا احمل، وده طبعا غلط، المفروض تكمل دايت، بس الدايت بتاع الناس اللي هم اللي بيحملوا او الناس السيدات اللي بترضع ده بيكون دايت برده ليه حاجه معينه خاصه، مش هدفه خساره الدهون على قد ما هدفه انها ما تزيدش في الوزن، وفي نفس الوقت تاكل اكل صحي وتاخد المينرالز والفيتامينز اللي جسمها محتاجها. فده برضو جرب تمشي مع اي نظام تاني مش هيجي، ده جه عن طريق الخبره، لانك بدات مثلا تجرب 1 2 3 4 مش لاقي حاجه مشيت معاك، فقلت خلاص بقى الحل بالنسبه لي مثلا الكيتو، فجربت الكيتو لقيته نفع معاك. والكيتو هنا حتى في ناحيه نظام السعرات الكيتو يعتبر ايه ضربه، ولو انت شخص ما يعني انت ما جربتش الكيتو ما تحكمش عليه، لان الكيتو فعليا لو انا اتنين بيخسوا مثلا 2000 سعره عشان يخسروا كيلو دهون، لو هو بياكل مثلا 3000 سعره اديله 2000 سعره عشان يخسر كيلو دهون، لو انت اديته بالكيتو 2000 سعره واديته الشخص دوت عنده مقاومه انسولين او اي مشاكل طبعا الناس اللي وزنهم، واديته 2000 بنظام مودريت كارب او حتى لو كارب اللي مش علاجي، هتلاقي ان 2000 كيلو، انا هنا ما بتكلمش على اول شهر كامل انك بتخسر الميه، لا انا بتكلم بعد الشهر ده، هتلاقي ان ال 2000 كيلو خسر كيلو ونص دهون. ده ازاي يا عم انت المفروض دلوقتي بالمعادله الحسابيه اللي انا اخسر كيلو دهون، لا الكيتو حاجه تانية مختلفه اكتر، وفي نفس الوقت برضه هو سلاح ذو حدين، لو استخدمته غلط بعد ما تخس ترجع تضرب تاني وتزيد وحالتك بص تسوء من اسوء الى سيء. بس اللي انا عاوز اتكلم هنا ايه، ان المعادلات دي كلها تقريبيه، انت بتجرب وتشوف بنفسك، بتجرب وتشوف، طالما انت النهارده مش مشترك مع حد او انت مثلا معكش مدرب او متخصص تغذيه الى اخره، يبقى انا النهارده خلاص هجرب ال 2000 سعر، لقيت ال 2000 سعر
الكهرباء مداني طاقه كويس، بخس في المقاسات، فكك من الوزن خالص، المقاسات بتخس عندي من نص سنتي لسنتي، يبقى انا كده ماشي ممتاز. طبعا في الاول هتلاقي المقاسات بتخس 3 و5 سنتي، ده عادي طبيعي، بعدها تبدا تقل من نص سنتي ل1 سنتي، لو 1 ونص ده ممتاز. فانت مثلا والله انت راضي عن نص سنتي ل1 سنتي، شبعان، بتعرف تزود اوزانك، نوم كويس، فهتقدر توصل لهدفك، بس تاخد وقت شويه. طيب لا والله انا عاوز ازود شويه الحرق، طب خلاص مثلا اجرب 1750 سعره او 1800 سعره، لقيت اللي انا بخس 1 سنتي بدل نص سنتي. طالما انت مستريح على كده كمل. انما اللي انا هنا مش عاوزك تعمله خالص انك تيجي على صحتك او تزود عنك الجوع اثناء خساره الدهون، هترجع تزيد تاني. انا جربت الموضوع ده فوق ال10 مرات، والناس معايا في المتابعه جربته، بقول له ده مش نافع، يرجع يخس، وبعد ما يخلص يرجع يشترك تاني. انا بالنسبه لي مش مشكله يا عم، اشترك اعمل الدايت خلاص، بس الفكره ده اللي انا بقوله له، خد وقتك براحتك. في فرق لما انت تيجي تخسر الدهون العنيده لازم تحس بشويه جوع، ده طبيعي لان جسمك محتاج ان هو يكتسبها او بالنسبه له صعوبه. انما الجوع ده لا يتعدى ال 10%، اكلت طبق سلطه مع ليمون او معلقه خل التفاح العضوي انتهى الجوع، شربت كوبايتين ميه انتهى الجوع. انما الجوع اللي يخليك مش قادر تنام نتيجه ان ناقص اكل، ده طبعا غلط جدا. ولو انت الاراده عندك عاليه وقدرت تمسك نفسك فتره معينه، مجرد لما تخس، خدت صور عضلات البطن الجميله، او لو انت بنت خلاص الجسم تشيب، اول ما ترجع تاني هترجع تضرب بطريقه غبيه جدا. فنصيحتي ليك انزل تدريجي، اعمل انك تاخد المشوار على المدى البعيد. يعني دلوقتي مثلا في واحد بيجي لي يقول لي مثلا عاوز اخسر في 3 شهور، انا بقول له مفيش مشكله اخسرك في 3 شهور، بس انا وجهه نظري لا، خليهم من 4 ل 6، نشوف جسمك طبيعه جسمك ليه، عشان بعد مثلا 5 أو 6 شهور لما يخسر خلاص هو ساعتها يقدر يعيش حياته تاني بشويه جايد لاينز. اعمل 1 2 3، ببقى اعمل له مثلا ساعتها مثلا في خلال 6 شهور مثلا 15 او 16 17 برنامج، فهو في السعرات الحراريه بتاعته اللي هو محتاجها في بناء على الاكل اللي يحبه، فهو هيبدا يشوف الانظمه دي، خلاص هو مش محتاجني ساعتها، هو معاه الانظمه كلها من اول مثلا 1000 سعره لحد 2500 سعره، هو بس هيكون محتاجني في نظام التدريب، فساعتها في كل فتره ممكن يبدا يجدد عشان اعمل له بس نظام تمرين، وفي نفس الوقت هو بيقدر يعيش حياه صحيه تماما، حتى لو ساعتها هو مش محتاج نظام تمرين، هو بيقدر يتعامل مع نفسه في الجيم، وفي نفس الوقت ممكن يقرا شويه بتاع يقدر يعمل له نظام تمرين، وهو معاه البرامج فبيقدر يكمل حياه صحيه. هو ده اللي انا بقول عليه، انك بعد ما تخس ما ترجعش تكتسب الوزن مره اخرى. وبكده هي دي حلقة الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ان المعادلات دي حسابية، لا تمت للواقع بصلة، بس جرب وشوف بنفسك، ساعات بتنفع مع الناس وساعات لا. ده بايه افضل موقع او الحاجة التقريبية اللي افضل ليها؟ هو موقع كالوريز كالكوليتر دوت، انا احط لك اللينك في صندوق الوصف، او لو انت على صفحة الفيسبوك احط لك اللينك في الكومنتات. لو انت عاوز تشارك في نظام المتابعة الاونلاين الشامل اللي هو بيشمل نظام تغذية، نظام تدريب، متابعة عن طريق الواتس، اي سؤال بتسأله في خلال 24 ساعة تقدر تواصل معايا في الارقام تحت. لو انت عاوز تشرفني كل يوم 4 بطنطا بسعر رمزي عن طريق انك تقول لي مشكلتك واعمل لك الدايت بيكون مطبوع معاك وانت ماشي، تقدر تشرفني في طنطا، برضو الارقام بتاعه طنطا تقدر تتصل بيها. يا ريت يا جماعه، هنا الناس بتخلط بين ارقام طنطا والمتابعه، المتابعه ليها ارقام خاصه دي تتواصل معايا شخصيا، وطنطا دي ارقام بتاعه الجيم اللي انا بروح فيه يوميا، فما تخلطوش بينهم. كان معاكم عمرو شعراوي، السلام عليكم.